عناوين الصحف اللبنانية لليوم الثلاثاء 13 شباط 2024. صحيفة النهار: إسرائيل تصعد معادلة الاستدراج باستهداف المدنيين. إسرائيل استعادت رهينتين وسط قلق دولي على رفح. بوريل يسأل: الإجلاء من رفح إلى أين؟ إلى القمر؟ صحيفة نداء الوطن: الحريري ينطلق بلوك جديد لكن لا تغير سياسيا. إسرائيل تطيح تمنيات عبد اللهيان والحزب يسأل: ويني أمريكا؟ لا أب ولا أم لمشروع قانون معالجة وضع المصارف وتنظيمها. صحيفة الجمهورية: تحذيرات ومخاوف من تفريغ الجنوب. عودة الحريري للذكرى أو للعمل السياسي. لعبة سولد والضربات المحرمة واردة. صحيفة اللواء: الاحتلال يتمادى بالاغتيالات وحزب الله يرسم مرحلة ما بعد نسف قواعد الاشتباك. استقبال رسمي للحريري في السراي وذكرى الاستشهاد إحياء للوحدة الوطنية. نتنياهو يهدد بإحراق رفح وقطعان المستوطنين تهاجم منازل الفلسطينيين في الضفة. صحيفة الأخبار: أمريكا تواصل المراوغة، الحرب باقية. الحريري في بيروت زائرا صامتا، لا عفو سعوديا بعد. رفح الملحمة الكبرى ومغزاها. صحيفة الديار: عودة الحريري الثانية دون أوهام كبيرة ولا أجوبة حول اليوم التالي لـ14 شباط. تخبط إسرائيلي وتهديد بالانتقال من الاحتواء إلى المبادرة، ونصر الله يرد اليوم. الجبهة الجنوبية تترقب نتائج اجتماعات القاهرة، تصعيد شامل أو تهدئة. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.